هذه تهمة يا سيدي. بالعكس، أنا لست ضد اعتدال، أنا أحترمها. أقصد اعتدال خانم، جارتنا تسكن بالطابق الأول ونحن بالقبو. سيدة محترمة جدا. كان عن أي اعتدال تسألني؟ الاعتدال في أمور أخرى. أنا فعلا يا سيدي معتدل في الطعام، ولا أضع ملحا كثيرا لأنه يرفع الضغط. إذن أفهمني، ماذا تقصد بالاعتدال؟ يا سيدي، ليس في الحق اعتدال، وليس في حب الوطن اعتدال. تسألني لماذا؟ هل تسمح لي أن أوضح؟ شكرا. لنفرض أن قاطع طريق اقتحم بيتك بالسلاح وقال نصف بيتك لي ونصفه لك، هل تقبل أم تقاوم؟ لم تجبني يا سيدي، هل تقبل؟ وقد يغتصب أختك أمام نظريك، هل تقبل؟ أراك صامتا، هل هذا هو الاعتدال الذي تطلبه مني؟ لا يا سيدي لا، أنا لست مع الاعتدال إلا في ملح الطعام. أنا واثق أنك في داخلك لست معتدلا، ولكن أجبرت على الاعتدال لتشبع من خبز الحاكم.